تتعلق بهجرة الأطباء وهذه الأعداد الكبيرة التي هاجرت من الأطباء نظرا لوجود كثير من الأسباب تحدث عنها السادة الأفاضل الأطباء، ولا شك أن هذه أسباب موضوعية جدا. رأي حضرتك إيه في هذه النقطة؟ أولا الحق في الصحة ده معروف أنه هو حق من حقوق الإنسان الطبيعية اللي مولود بيها، اللي موجود في الإعلان العالمي واللي الدستور الدساتير كلها نصت عليه. المشكلة أن احنا المواطن متاخد كرهينة في معادلة صعبة بين الأطباء وبين الإدارة. نعم. الإدارة سيئة جدا وفاشلة جدا في إدارة الملف الصحي، وإحنا يعني كتير شايفين كده، والأطباء نفسهم قالوا الكلام ده. ما هو تدني الأجور ده من إيه؟ أو إن أنت ما بتوفرش الخامات اللازمة للأطباء، أو إن أنت ما بتوفرهمش الرعاية والأمن إن هم يبقوا أمنين. كل ما يتعلق بالمنظومة الطبية حتى تكون صالحة للمرض. لكن في الآخر الطبيب خد وهو بيحاول يحمي نفسه في هذا الخلل، خد معاه المواطن رهينه في المعادله الصعبه دي. ازاي اصبح المواطن ما بيلاقيش اصلا بقى؟ خلاص ابتدى الاطباء لما حضرتك الارقام اللي قلت عليها دي تقريبا التلت خرج، وده مش جديد يعني 60%، ولسه بس ده مش من تدني الاجور. يعني الاجور طول عمرها متدنيه بالنسبه للاطباء، بس حصل ان في فرصه اتيحت لهم في دول اوروبا وبعض والامريكنتين، ان هم في الغرب اتيح لهم فرصه في ظل جائحه كورونا ان في فرصه عمل افضل من دي. هو فضل ان هو يترك البلد. ما هنقول لاي مهنه في الدنيا، اي مهنه في الدنيا اللي بنعاني منه كاطباء الحقيقه بيحصل دلوقتي حالا، سواء كان من الاعلام سواء كان من المواطنين. دكتور خالد باذن حضرتك دلوقتي في اي مهنه من المهن يا استاذ حسين، اي حد فينا هيلاقي فرصه مناسبه بمرتب كويس ووضع كويس سواء في مصر او خارج مصر، لا شك ان احنا جميعا سنسعى الى هذه الفرصه، سواء ده في الطب او في غير الطب. فليه حضرتك حصرتم مع الاطباء فقط؟ انا ما حصرتش مع الاطباء في اي مهنه، لكن انت تصرف عليك قد ايه كطبيب عشان تطلع وتمارس العمل دوت، والدوله وفرت لك قد ايه من ميزانيه التعليم اللي دافعها المواطن بتاع من ضرايبه، فهو وفر لك قد ايه من معامل، وفر لك قد ايه من اماكن، وفر لك في الشهاده اللي الغرب دلوقتي بياخدها على الجاهز، ووفر لك من ميزانيته قد ايه علشان يقدر. طب وبناء عليه الدكتور ده وبناء عليه. انا ليه حق كمواطن وكدوله وكاداره ان انا امنعك ان انت تسافر اصلا؟ لازم تأدي. هتمنعه يعيش ازاي يا استاذ حسين؟ يعيش ازاي؟ مش الدكتور ده برضه اللي وضع الدكاتره كانت عايشه ازاي قبل كده وفي ظل الاجور الاقل من كده؟ خلينا نقول غير كده خالص. يعني انت شايف حضرتك ايه؟ يعني نعود من السفر تماما ولا يعملوا ايه؟ مش فاهم. لا انا عندي يعني خلاص يدفع مصاريف اللي دفعها في تعليم، يدفع المصاريف دي او يتعهد بدفع فلوس تاني عشان نحضر كوادر اخرى. وفي بعض الناس انت منعت بعضهم استقال خالص، انت منعت جنسيه على الناس في مصر، بعضهم استقال من الوزاره اصلا. دستوري طيب ده امر دستوري حضرتك بتتكلم فيه؟ ده دستور طبعا. انا هقول لحضرتك انت منعت بعض الاشخاص. انا محامي بالنقد. طب يعني ده امر دستوري ان حضرتك تمنع فئه معينه من الناس؟ ده بغض النظر لك اكتر من كده ان انا اخد منهم الجنسيه. انا عايز لحضرتك انا اخد منهم الجنسيه وتاخد الاطباء الجنسيه. اقول لحضرتك حضرتك قانوني ومحامي. انا اقول لحضرتك ما مش في حالات حاصله قدامنا في ناس خرجت بره البلد وأدت إلى مشاكل ليها ووصفوا بأوصاف إن هم أهل البلد وإرهاب وإرهاب وإرهاب. ده نوع من كده. الدكتور اللي بيسافر لبرا عشان يحسن معيشة حضرتك بتطالب بمنع حضرتك؟ ما كملتش اضرت بالبلد. انت لما تمشي وتسيب الناس من غير طب ولا تعالجهم رغم ان انت اتعلمت في البلد دي وعشت في البلد دي، هو اللي قبلهم الدكاتره كانوا بياخدوا كام علشان نتكلم في الفلوس دي؟ طب احنا ليه ما نقولش ان الافضل ان احنا نصلح اوضاعهم؟ لا طب انا هكمل الفكره دي وبعدين نتكلم في الاصلاح. هو حضرتك المستشفيات الخاصه دي اللي بتشتغل وبتكسب، بتكسب ازاي والدكاتره فيها قاعده ليه؟ ما تهاجر هي كمان. لكن المنظومه عندهم ماشيه بسيستم افضل من اللي ماشيه بيه الاداره الحكوميه. مشكلتك مع الاداره الحكوميه حلها، ما تاخدنيش انا كمواطن رهينه بينك وبين الحكومه وفي الاخر ما تقدمليش اي خدمه طبيه وانا اللي اضيع في النص. انت وفين هنقول بقى فين الوازع الاخلاقي والديني؟ انت لما بتخش في اي انا تعرضت بنتي تعرضت لمشكله بسيطه في مستشفى 6 اكتوبر، حرارتها عاليه، رحت ما لقيتش لا طبيب ممارس بقى ولا عام ولا اي حاجه.
دكتوره قدها سال قاعده اديتها قالت لها بروتوكول علاج كله يعني ايه الدكتوره يعني الدكتوره ايوه ما انا بقولش لما مارس ولا من غير ما تشوفها انت كتبت لها بروتوكول علاج كورونا انا ايوه دكتور متخصص ايه يعني مارس عامل الاحصائي انا عارف الظروف وانا كنت رايح عشان اشوف بسرعه انتقلت بسرعه بكلم حد وداني مستشفى خاصه مستوصف خاص عادي خالص بتاع جمعيه اهلي بغض النظر لا ما هو عشان اللفظ ده يتقال لي هو وانا بتكلم في الوازع الديني هنا في مستوصف وفي تبع الكنائس مستشفيات تبع ليها وبيقدم خدمه طبيه لقيت خدمه بسيطه هو قاس الحراره وقال لي لا ده التهاب واداها حقنه واداها ما اعرفش حاجات بسيطه اشكرك وعدتك مجددا